السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مرة أخرى. نتحدث اليوم عن السويتشز، أي السويتشات أو المفاتيح. طيب ما هو السويتش؟ السويتش هو عبارة عن ديفايس صغير وبسيط يستخدم لتوصيل أو إطفاء أي دائرة إلكترونية أو كهربائية، أي يستخدم لعمل كونكت أو ديسكونكت لأي موصل معين. طبعا هناك أنواع معينة من السويتشات. تخيل معي أنه عندي هذه الدائرة، عندي مثلا هذا المصباح، وهذا المصباح متصل بمصدر طاقة، هذه بطارية. طيب هذا موجب وهذا السالب، أكيد متصل مع المصباح. طيب لو حدث قطع في جزء معين من الدائرة هنا، حتشتغل الدائرة؟ أكيد ما راح تشتغل الدائرة، راح تتوقف الدائرة وراح ينطفئ المصباح، لأنه هنا صار قطع، يعني عدم استمرارية بمرور التيار الكهربائي، وصل التيار اللي هنا وتوقف. طيب أنا لو ردت أستخدم مثلا السويتش، السويتش ببداية شنو آلية عمله؟ تخيل معي إنه هذا عندي هذا سويتش، متكون السويتش اللي شغل دائرة واحدة من تو أرميتشر، اثنين موصلات، وهذا اكو بالنص موصل، هذا بالنص اكو موصل. اجيت انت شغلت السويتش، ضغطت البطن، طبق الارميتشر هنا وصار مرور للتيار الكهربائي، يعني منا دخل التيار الكهربائي وراح يطلع منا، يعني كانما اشتغل السويتش عمل سلك موصل عادي، فقط انه اني اشغل او افتح. طفيت الدائرة المعينة مثلا، غيرتها وطفيتها، شنو اللي راح يصير؟ راح يرفع الموصل من هنا يرجع يفصل، يعني إذا يجي تيار كهربائي من هنا يجي يدخل يوصل لهنا ويتوقف. ليش؟ لأن هو ما طابق ويا الجهة الثانية اللي تروح لتغذية المصدر مثلا. تمام، فهي هاي آلية عمل السويتش. كل اللي علينا إنه إحنا نعرف أو نفهم آلية عمل السويتش حتى نربطه بشكل صحيح. لذلك هنا راح أخلي سويتش بتكون هذا من تو أرميتشر، هنا أنا موصلات اثنين مربوطين بسويتش، نقول له أون هيجي، بعدين حيطبق، ومن أقول له أوف راح يرجع، من أقول له أون راح يطبق، ومن أقول له أوف راح يرجع، وهكذا. هاي هي آلية عمل السويتش. مثلا عندي هذا النوع من السويتش اللي يشغل دائرة واحدة متكون من جزئين، اللي هما طبعا يعني اثنيناتهم، واحد اربطهم مع الموجبين مع السالب. مجرد انه اضغط الكمون هنا مثلا او اخلي مصدر الطاقة هنا، وهذا الجزء اربطه بالدائرة الكهربائية، حيشتغل السويتش بشكل طبيعي. يعني أحد الأطراف أربطه بالمصدر، وأحد الأطراف أربطه بالدائرة بالباقي الدائرة. إذا كنت ربطه هنا موجب، أربط هذا الجزء بالجزء الموجب مال الدائرة، وإذا كان هذا سالب أربط هذا الجزء بالجزء السالب الخاص بالدائرة. وهذا هو رمز أو شكل السويتش اللي يشغل دائرة واحدة. طيب هل هناك سويتش وطبعاً رمزه بالرمز SBST؟ هل هناك سويتش يشغل أكثر من دائرة، يعني نسميه إحنا دبل؟ نعم، سويتش طريقة أخرى اللي هو هذا يشغل دائرتين، يعني أخلي المصدر الكهربائي هنا، أخلي المصدر هنا جاي من الدائرة من المصدر الكهربائي، وهذا أطي دائرة رقم واحد، وهذا الجزء أطي للحمل رقم اثنين. هذه من أشغل السويتش على هذه الجهة، تشتغل مثلا عندي هذه الدائرة، من أحول البوتن مال السويتش على هذه الجهة تشتغل عندي الدائرة الثانية. وهذا هو رمز أو شكل السويتش اللي شغل دائرتين. لا تلاحظون هذا جاي من المصدر، هذا يروح للدائرة رقم واحد، وهذا يروح للدائرة رقم اثنين. مرة
اشغل البوتون احول على هذه الدائره واشغلها، مره احول على هذا البوتون واشغل الدائره الثانيه. اخو سويتش يشغل لي مثلا عندي هذا الشكل، برايكم هذا الشكل الاخر يشغل كم دائره؟ من الواضح انه هو يشغل 4 دوائر، يعني هذا جاي من المصدر الاول وهذا جاي مثلا من مثلا نفس المصدر ومصدر ثاني نفس السويتش، يعني اقدر اربط بيه مصدرين، هذه من مثلا اي مصدر معين وهذا مصدر طاقة باور سبلاي او اي مصدر اخر، وشغل 4 دوائر، هاي دائرة رقم 1 وهذا شغل دائرة رقم 2 وهذا دائرة رقم 3 وهذا هذه رقم 4، يعني كأنما بهذه الطريقة احنا طبقنا سويتشين بس خليناهم بديفايس واحدة. طيب لو ردنا نطبق هذه الطريقة بشكل عملي هنا باستخدام موقع تينكركاد ونحاول نشغل دائرتين باستخدام سويتش ثنائي، في البداية طلع البريد بورد، اسحب البريد بورد، بعدين راح اسحب باور سبلاي مصدر طاقة، هذا باور سبلاي، راح اشغل ليد واشغل هذا ليد واشغل سماعة، خلينا ندورها هنا، هذه السماعة اسمها بيزو، وابحث عن السويتش ليشغل دائرتين يعني يكون من 3 اطراف، هذا السويتش اسمه سلايدر سويتش، شغل دائرتين ومتكون من 3 اطراف، هذا الطرف الكمون اللي هو جاي من المصدر، هذا يروح للدائرة الاولى وهذا يروح للدائرة الثانية، خلينا نجرب الربط، هذا راح اربطها هنا، هو دي يقول لك هذا البوزيتيف وهذا الجزء النيجاتيف الخاص بالبزر، وهذا بالنسبة للليد راح اربطه مثلا هنا، هذا جزء الكاثود وهذا جزء الانود، وهذا السويتش اللي يفترض ان يشغل دائرتين، فراح اربط بشكل عام السالب بشكل مباشر ويا الدائرة، هذا لانه هذا كاثود وهذا ايضا الجزء السالب، خاص بالبازر، خل اشطله هنا، ربطته اذا بالمصدر بشكل مباشر، وراح احط لون اسود، بس عندي فقط الجزء الموجب، الجزء الموجب اربطه وين؟ بالسويتش، وطي لون احمر، تمام ربطته بالسويتش. هسه اوزع من السويتش على الدائرة الاولى والدائرة الثانية، هذا السويتش اوزع للدائرة الاولى موجب، اوزع للدائرة الثانية ايضا موجب، نطي مقدار فولتية اللي هو مثلا 2 فولت. لو نريد نجرب هذه الدائرة نعمل ستارت سيميليشن، هنا أنا حددنا مقدار الفولتية 2، قمنا بالبداية بتشغيل السويتش على هذه الجهة مثل ما تلاحظون، هذا اشتغل المصباح، لو احولها على الجهة الثانية حتشتغل عندي السماعة ويطفى المصباح او يطفى الليد. في هذا الشكل راح ارسم دائرتين او مصباحين واستخدم مصدر باور واحد وسويتش واحد، او يشغل هذا السويتش الدائرتين معا، متكون من 3 اطراف، الطرف بالوسط كمون، هنا طرف يروح للدائرة الأولى والطرف يروح للدائرة الثانية، فأنا من مصدر الباور وزعت السالب للحمل الأول والسالب للحمل الثاني، هسه أجي على الموجب، الموجب آخذه من مصدر الباور وأطي مباشرة إما لجزء الكمون أو بالوسط اللي هو السي الخاص بالسويتش، بعدين هسه أوزع الموجب منين؟ من السويتش، يعني أطيه هسه للدائرة الأولى موجب. وانطي من هنا عفوا للدائرة الثانية ايضا موجب،
يبقى على التشغيل. يعني انت مرة تشغله هيك يشتغل هذا المصباح، ومرة اخرى تضغط على الجهة الثانية ويشتغل المصباح الثاني، وهكذا مرة شغل هذا ومرة شغل هذا. أرجو أن يكون الشرح مفيدا لكم. نلتقي بكم في أوقات أخرى. إلى اللقاء.